نقول يعني الشماتة هي نفس اللي يعيب على الآخرين. يعني مثلا بعض الصديقات تجتمعنا وتقول واحدة: تذكرين لما كنت سويتي كذا وقلتي كذا وشيء أو فعلتي كذا، وتقول يعني تصير في نفسها، هل هذا من الشماتة؟ أختي أم حمد بارك الله فيك، الشماتة غير العيب أو التعيب، الشماتة هو الفرح بمصيبة الآخرين. يعني شخص حصل له حادث يقولون زي ما جاه، هذه شماتة والعياذ بالله. شخص مرض قالوا يستاهل، أعوذ بالله. شخص رسب في الامتحان، رسب في الدراسة، قال يقولون يفرحون يشمتون أو يعير يقول ها أنت رسبت أو كذا، هذه الشماتة. ولذلك لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ولذلك المسلم لا يجوز له أن يشمت بالآخرين، وإنما إذا رأى مبتلى ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي إنسان قال هذا الدعاء عافاه الله مما تعوذ به. يعني الشخص رأى إنسان مصاب بعاهة فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لا يصيبك الله بمثل عاهته، لا يصيبك الله بمثل عاهته ولا يبتليك. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما العيب التعيب فهو اللمز والغمز. هذا التعيب يسمونه عندنا بالعامية يعيب، هو اللمز والغمز. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، اللي يعيب على الناس. العيب أي يكون باللسان أو يكون بالفعل، مثل يعني يشير بيده فلان قصير مثلا، مثل ما قالت عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح صفية أم المؤمنين، امتدحها قالت: حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. تقول: وإني حاكيت إنسانا، يعني قلت على إنسان، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ونهاها. قالت: فما حاكيت إنسانا بعد ذلك، يعني ما أقلده ولا مثلا أحاول أني من باب طبعا السخرية، من باب اللمز يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الحدود. ولذلك الإنسان إذا ذكر عيبه في حضوره أو في غيبته فهذا حرام ولا يجوز، وهذا جرح للمشاعر وتحريك لعرق الحقد والكراهية في نفس الإنسان، لأن ما في أحد يرضى بأن أحد يعيب عليه ولا يستهزي به ولا يلمزه ولا يسخر منه. فعلى الناس أن يتقوا الله. ولذلك للأسف الشديد الغيبة والتعييب والسخرية هذه موائد اللئام، هذه للأسف الشديد أصبحت الآن فاكهة المجالس. بعض الناس ما يتلذذ في المجلس إلا إذا تكلم في فلان وعلان وفلان وعلانة، هكذا تطيب المجالس عند بعض الناس، وهذه مجالس شيطانية. لأن الله تعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس لا من جلس في مجلس ثم نعم ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون ولا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي لفظ إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة.